بسم الله. يقول الدكتور محمد راتب النابلسي: هناك ربط بين الرزق والاستقامة، فهناك قوانين ثابتة لا تتغير. دائما الرزق مرتبط بالاستقامة، أما الصحة والرزق فمتبدلين، هما آداتين تأديبيتين من الله، قد يكونا تأديبا وقد يكونا تكريما. فالرزق والصحة بيد الله، يتغيران حسب ابتلاء الله للعبد. قال تعالى: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذا الرزق دائما مرتبط مع الاستقامة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا دعوة كل الأنبياء جميعا هي التوحيد. التوحيد هو نهاية العلم، والعبادة هي نهاية العمل، مرتبطان ارتباطا كاملا. إذا أنت بين فكر وسلوك. فكر هو اعتقاد وإيمان، والسلوك تنفيذ لهذه الاعتقادات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا ربط بين الإيمان والتقوى. قال: آمنوا واتقوا، أي اعتقدوا أولا بالإيمان بالله، ثم استنار القلب بالإيمان وأدى ذلك إلى التقوى. إذا الجمع بين الإيمان والتقوى يؤدي إلى بركات من السماوات والأرض. أنت في حصن حصين إذا نزلت عليك بركات الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين الرزق والكسب، كما يقول الدكتور: الرزق ما انتفعت به. فالحديث يقول: ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. إذا الرزق هو ما انتفعت به، أما الكسب هو الحجم المالي الذي لديك، قد لا تنتفع به ولكن ستحاسب عليه. يسمى العمل صالح.